شهد اليوم معبر رفح البري تدفقا لعدد من الشاحنات لليوم الثاني على التوالي متجهة إلى معبر كرم أبو سالم، حيث وصل عدد الشاحنات إلى 84 شاحنة متنوعة ما بين مواد إغاثية ومحروقات. المزيد يطلعنا عليها من هنا هناك الزميل محمد الخطيب مراسل التلفزيون المصرية. نعم مشاهدينا الكرام، نرحب بكم مجددا، ولكن هذه المرة من قلب المساعدات الغذائية والإنسانية في محيط المركز اللوجستي بمدينة العريش. هذا المكان الذي يلعب دورا محوريا وكبيرا في تلقي المساعدات من جميع دول العالم لإرسالها إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، ومصر تلعب دورا كبيرا من أجل إنفاذ هذه المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين. وبحسب ما جاء في بيان الهلال الأحمر المصري، فإن عدد المساعدات التي وصلت إلى قطاع غزة بلغ 27 ألف شاحنة تحمل على متنها 665 ألف طن من المساعدات الغذائية والمعيشية والمساعدات الإنسانية المتنوعة. كل هذه المساعدات وإن كانت تتحدث فهي تؤكد على الجهود الكبيرة المبذولة للدولة المصرية في إنقاذ الشعب الفلسطيني من المجاعة ومن المرض ومن يعني انتشار الأوبئة في هذه الأيام تحديدا. نعود معكم سريعا إلى معبر رفح البري، والذي استقبل اليوم يعني حوالي 84 شاحنة من المساعدات الغذائية والإنسانية، هذا بالإضافة إلى 4 شاحنات من الغاز. بالفعل هذه المساعدات عبرت من بوابة معبر رفح واتجهت إلى كرم أبو سالم، ثم عادت مرة أخرى إلى الأراضي المصرية. ونؤكد أن هذه الأعداد تأتي بعد انقطاع دام لثلاث أيام منعت فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي من دخول أي من هذه المساعدات إلى الأراضي المصرية. إذا هذا هو المشهد لدينا إلى الآن، وأعود إليكم مرة أخرى.